السلطان ما ننجوس الاول. طويل العمر يطول عمره ويزعزع عصره وينصره على مين يعديه. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. من كام يوم قابلت مهندس اوروبي، اهلا ازيك عامل ايه؟ هو لسه جاي قطر من فتره بسيطه جدا، وعاش طول حياته في البلد اللي اتولد فيها، ولسه اول مره يخرج، فبرحب بيه وبسلم عليه. براجل مثقف جدا، بتكلم في حاجه في الفنون، في العماره، معاك شغال. المهم واحنا بنتكلم بقول له اسم الرئيس الدوله بتاعكم ايه، يعني سؤال عادي، بحيث ان هو بقى يقول لي فلان، فاقول له اه ده ليه مواقف حلوه مثلا من روسيا او الاتحاد السوفيتي او امريكا، او موقفه من حلف الناتو، ونقعد بقى نتكلم في الحاجات دي كلها اللي احنا ايه محللين سياسيين كبار او في الموضوع ده. فالمهم راح قال لي الرئيس بتاعنا احنا، قلت له اه، قال لي يعني انا فاكر ان انا قريت اسمه قبل كده، يعني كان حاجه بحرف الجي، بحرف ال بس سيبني كده افتكر شويه. المهم قعد يمين شمال، يجي هنا يروح هنا، مفيش، قعد 5 دقايق كده عمال يفكر، بيقول انا قريته قبل كده بس مش فاكر فين، يعني صفحه الوفيات مثلا، في اتقابل مع مذيع مثلا، صور معاه. بقول يا رئيس الجمهوريه، قال قلت له خلاص طب اسم رئيس الجمهوريه اللي قبليه مثلا، قال لي اه كده اه، هو كان ما اعرفش برضو الاسم اللي قبليه، يعني قاعد يقول لي مش فاكر. فبقول له احنا يعني لو سألت عن رئيس الدولة طول عمره طول عمره يعز ملكه ينصره على المنيا دي وما عرفتوش، ممكن السجن مثلا 20 سنة بتهمة انكار معلومة من الدين من الضرورة، او انكار الالوهية، او حاجة من الحاجات المعلبة الجاهزة ديت. انت دي يعني ده ظل الله في الارض، ده يعني اللي ما فيهاش. قال لي لا هو موظف، يعني هو موظف بيجي قد دوره زي اي وزير، زي اي محافظ، وعمل كويس شكرا، ما عملش كويس مع السلامه. يعني ف هناك في نظره مختلفه. خلينا نتكلم في مجال الاداره بعيدا عن الامور الكبيره. عندنا مشكلة في الشركات العربية أو في دولنا العربية، إن القائد أو صاحب الإدارة أو صاحب كذا رأيه هو صح، وبنستنى نشوف هو هيقول إيه، وعلى أساسه إحنا موافقين، يعني سواء صح أو غلط، بس هو ما دام مقترح حاجة يبقى أكيد الراجل ده هو الصح، فلازم كلنا نسقف له ونمشي وراه، واخترناه والحاجات ديت. بينما ده يؤدي لدمار الشركة. المفروض ان انت لو هو عايز نفس الرأي خلاص، ده يجيب تسجيل ويسجل صوته ويقعد يسمعه 100 مرة مفيش مشكلة. لا، هو المفروض الواحد بيقول رأيه بصدق، يعني سواء هو انت موافق ولا انا موافق، معترض ولا انا معترض، ناقش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيتناقشوا، كان يقولوا لا ده رأينا كذا، وكان ساعات باخد برأيهم، وكان هو يقول لهم اشيروا علي ايها الناس، ويسأل الصحابة ويسأل الناس اللي حواليه وياخد رأيهم. فليه احنا بقى عندنا الموضوع دوت؟ اعتقد ان هي جينات موجوده في عندنا، وبرضه الشله بتاعت الرئيس، بحيث ان اول ما تيجي حاجه يوزع على الموظفين اللي معاه، الناس اللي على طول بتطبل او على طول بتوافقه، مع ان ده بيؤدي لدمار ودمار الشركه. والصح هو يعني ان الارضاء على الله واتكل على الله، وقول رايك بصراحه اللي انت شايفه. يعني في الشركه مثلا قالوا لي احنا كلنا شايفين كذا والمدير شايف كذا، قلت لهم خلاص ما دام في اجماع على الموضوع دوت يبقى انا معاكم، بس انا لازم في الاجتماع اقول رايي، اقول انا شايف كذا كذا كذا، وانا ملزم بالقرار اللي هتاخدوه كلكم، لو انتوا اجتمعتوا على رايي خلاص انا معاكم. واتناقشنا والحمد لله، يعني وصلنا لقرار مرضي الاطراف، او شايفين ان هو ده القرار الصح، بدون ما نقعد نوافق الرئيس في كل حاجه، وبدون ما نعترض على كل حاجه في نفس الوقت. يعني كثره الاعتراض على الصح او الغلط مش صح، يعني انما صح ان انت تقول اللي انت مقتنع بيه وتقول رايك وتناقش، والراي الجماعي بناخد بيه، انما مفيش تقديس للمدير على اساس ان هو هيرقيني ويغديني ويعشيني والحاجات دي كلها. لا، انت لرزق الله وتوكل على الله وقول رأيك وخليك شجاع. والفيديو ده ملوش دعوة انت تتجه تتكلم في السياسة او تبعد عن السياسة، لا دي حريتك الشخصية.
المهم يعني يبقى في توازن، ما يبقاش محللين سياسيين طول اليوم على الفيسبوك واحنا مش دارسين سياسة، وفي نفس الوقت يعني اللي هيتكلم بيتكلم بعلم. يعني الملائكة لما ربنا سألها قالوا سبحانك ما علم إلا ما علمتنا. فالواحد ما يفتيش، ما ينافقش، خليك صادق مع النفس، دايما يكون ربنا في قدامك، هيحاسبك على الكلمة ديت، هيحاسبك على الموقف دوت. كل موقف قول لا انا لازم الموقف ده اخد قرار رجولي، ابقى راجل، ما بقاش مهتز، ما بقاش وحش، وما بقاش كذا. وربنا يساعدنا دايما في اتخاذ الصواب.